أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أرض الخير. كالمعتاد نبدأ معكم في استعراض أخبار السوق المركزي وكميات الخضار والفواكه خلال الأسبوع الماضي، من ثم سنكون معكم في حلقة نتحدث من خلالها عن مختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية، منها مختبر الأنسجة ومختبر الجلوتين، وأيضا فقرة خاصة عن زراعة فطر المحاري. تابعونا من خلال حلقة اليوم من برنامج أرض الخير. أما الآن متابعينا الكرام ننتقل معكم لنتعرف على مختبر الأنسجة في المركز الوطني للبحوث الزراعية. يتم من خلال هذا المختبر زراعة النباتات في وسط غذائي بشكل متوازن ودقيق. زراعة الأنسجة النباتية تعرف بأنها زراعة أجزاء من النبات، أكان، خلايا، أنسجة، بذور، براعم، يتم زراعتها على وسط غذائي بيئي يطلق عليه باسم الميديا. هاي الميديا عبارة عن مزيج من المركبات الكيميائية اللي بتمد النبات، الجزء اللي احنا زرعناه، بالعناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنموه وتطوره بشكل متوازن ودقيق. طبعا في عنا أكثر من نوع من الأوساط الغذائية، النوع الأول وهو المرشيك أنسكو MS ميديا، النوع الثاني في عنا الجامبر B5 ميديا والوايت ميديا. طبعا أكثر شيوعا هو MS ميديا، المرشيك أنسكوب ميديا. مكونات الوسط الغذائي، طبعا في عندي أكثر من مكون، أولا اللي هي المركبات العضوية. طبعا المركبات العضوية بتمد النبات بالعناصر الطاقة اللازمة لنموه والقيام بالعمليات الحيوية الأساسية. طبعا مركبات عضوية مثل السكروز وهو الأكثر شيوعا، ممكن إضافة الجلوكوز أو الفركتوز. المكون الثاني وهي المركبات اللا عضوية وهي الأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية طبعا في عندي عناصر كبرى بحتاجها النبات بكميات كبيرة وبشكل أساسي ولا يمكن الاستغناء عنه، مثل الكالسيوم، البوتاسيوم، مغنيسيوم، الفوسفورس والكبريت. وهنالك أيضا عناصر الصغرى مثل المولبدينيوم، الزنك، البورون. طبعا أيضا شغلة مهمة إنه نعمل على إضافة الهرمونات النباتية مثل السيتوكاينين والأوكسين. السيتوكاينين بيعمل على تجدد الخلايا، نمو البراعم، نمو النبات، والأوكسينات أيضا تعمل على انقسام الخلايا، تجددها وتحفيز نمو الجذور. طبعا ممكن إنه إحنا نضيف مستخلصات نباتية، فيتامينات، أحماض أمينية حسب نوع النبات اللي أنا بزرعه والغرض النسيجي من زراعته. طبعا بالأخير بيتم إضافة الأغار ومن ثم التعقيم. طبعا بالنسبة لخطوات تحضير الوسط الغذائي، طبعا في عندي أكثر من طريقة. اليوم بدنا نتحدث عن الطريقة التجارية والأكثر شيوعا وهي باستخدام MS ميديا اللي حكينا عنها سابقا. طبعا طريقة التحضير، أولا نعمل على إحضار الماء المقطر، بنضيفه للوعاء الزجاجي اللي بدنا نحضر فيه. هذا الوعاء، هذا الماء المقطر بيتم من ثم إضافة المركبات العضوية وأيضا الأملاح المعدنية اللي بتكون عندي على شكل MS ميديا، من ثم نعمل على إضافة أي مادة أنا بدي أضيفها، كان هرمونات نباتية، فيتامينات، أحماض أمينية، حسب النبات اللي أنا بدي أعمله زراعة نسيجية. طبعا بدنا نعمل على التأكد من الرقم الهيدروجيني pH ونعادله، لازم يكون ما بين 5.6 ل 5.8. بعد ما نعمل على إن نتأكد من درجة الحموضة، بنعمل على عملية إضافة الأغار، وأخيرا نعمل عملية التعقيم بالأوتوكليف. مختبر الجلوتين من المختبرات الحديثة والمتطورة والتابعة للمركز الوطني للبحوث الزراعية، يتم من خلالها فحص حساسية الجلوتين والقمح داخل خبز الطعام من خلال أجهزة مخبرية دقيقة وحديثة. يعني احنا المركز الوطني باستنباط الأصناف الجيدة ذات الإنتاجية العالية والمتحملة للبيئات المختلفة، ومن ثم يتم اعتمادها عن طريق لجنة مكونة من وزارة الزراعة وعدة والجامعات والمركز الوطني، وفيما بعد يتم إشهارها
وتسليمها هذه الأصناف للمؤسسة المؤسسة التعاونية، حيث تقوم المؤسسة التعاونية ببيعها للمزارعين. بعمد المركز الوطني إلى تطوير نفسه باستمرار، فقرر إضافة فحص الجودة إلى جانب فحص الإنتاجية الذي يقوم فيه عند تقييم الأصناف في المحطات وحقول المزارعين. فحص الجودة هو يعنى بفحصين أو ثلاث فحوصات بالأصل. فحص اللي هو الفحص النوعي، وهو نقيس مقدار كمية الطحين التي تنتج من طحن حبوب القمح، أو فحص الجودة الذي يخص لفحص الجلوتين اللي هي قوة الشبكة الجلوتينية واللي بيسموها المزارعين الحيل. والفحص الثالث اللي هو فحص الأميليز أو فحص رقم السقوط، وهذا الفحص مهم عندما يستلمون الحبوب من الموردين في هذا الفحص، لأن نشاط أنزيم الأميليز مهم في تلف حبوب القمح. استنباط أي صنف يحتاج من 10 إلى 15 سنة في فحصه وتقييمه في حقول المزارعين وفي المحطات الزراعية أو المحطات البحثية المعنية في إنتاج حبوب القمح والشعير وأصناف العدس والحمص. بالنسبة للفحص الجلوتين أو الشبكة الجلوتينية، يعتبر مهم لأنه مرات كثير واجه المزارعين أو المخابز أنه يكون رغيف الخبز متهتك بعد خبزه، أو أنه يكون ما بينفش كويس زي ما بده المزارع. فإجا أهمية أنه لأنه هاي الصفة تعتبر فحص الجلوتين، الشبكة الجلوتينية ونشاط الأنزيم، يعتبر هذه الصفة في الصنف نفسه، يعني الصنف هو يورثها في أجياله، وبناء عليه عند اعتماد الصنف عندما يتم الإشارة أنه نسبة الجلوتين كذا، يعني رقم معين، مقدار كمية الطحين إلى النخالة في الصنف هي ثابتة، هي تعتبر ثوابت تتأثر نوعا ما في قضايا تأثرها في الزراعة أو مناطق الزراعة، لكن لا يمكنها تتغير تماما. عندنا نوعين من القمح أصلا، فيه القمح الصلب والقمح الطري. القمح الطري هو في الأصل في العالم يستخدم للخبز، لكن ممكن من أصناف القمح الصلب، وهي التي تعتبر أصلا هي موجودة في بيئاتنا المحلية، والآباء البرية لها موجودة متأصلة في مناطق الهلال الخصيب، ويعتبر الأردن جزء من منطقة الهلال الخصيب. فطر المحاري من أنواع الفطر الصالحة للأكل، يتميز بقيمته الغذائية العالية وسرعة نموه، بالإضافة بأنه يعطي كميات من الإنتاج بشكل كبير. تعرفت على الفطر المحاري إني اشتريته كمنتج جاهز في البداية، بعدين صرت أدور عليه إنه أنا بدي أشتري مرة تانية، بعدين اندليت على جماعة بيبيعوا الأكياس الجاهزة مزروعة، اشتريت منها وتعلمت بطريقة بدائية كيف إني أنا أنتج القليل من الفطر المحاري. بعدين صرت أدور أكثر على حدا يعلمني كيف أنا أزرع الفطر المحاري، وكيف إني أنا أكون مثلا في عندي مصدر دخل من خلاله. استعنت بمهندس زراعي إجا لعندي علمني كيف أنا أزرع. كانت الزرعة صغيرة بداية، كان رأسمالها 100 دينار، زرعت أكم من كيس حطيتهم تحت بيت الدرج، أنتجوا وكانت أمورهم ممتازة. هون أنا قررت إنه أنا بما إني نجحت بالتدريب الأولي إني أنا أفتح مزرعة صغيرة، كانت موجودة بغرفة مساحتها 4x4. كانت البداية بتكاليف بسيطة وبإمكانيات بسيطة. نحن عم نعزز ومنشجع على ثقافة تناول الفطر لفوائده العديدة وللعناصر الغذائية المليء فيها، ونبتعد عن الإشي الضار واللي هو الفطر البري اللي أنت ممكن تتناوله لكن ما بتضمن هل هو سام أو مو سام، هل هو نافع لإلك أو مو نافع. متابعينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج أرض الخير، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم وموضوع زراعي جديد. إلى ذلك الحين، هذه تحية مني ومن فريق العمل، إلى اللقاء.